طيب نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتكلم اليوم إن شاء الله عن الـ BMI ACB بشكل عام، الـ BMI Agile Certified Practitioner Certificate، بس هي نعطي overview عن الـ Certificate هاي من BMI. أنا ماجد عبدين، معي ماستر من جامعة ليفربول، معي بعض الـ Certificates زي ما انتم شايفين، عندي خبرة in general تقريبا 23 سنة. الأجندة تبعتنا اليوم راح نحكي بشكل مختصر جدا عن الاجايل انتروداكشن، بعدها بنحكي عن السبعه موديولز اللي موجوده في البي ام اي اجايل اكزام كونتنت اوت لاين، فبتشمل هي واحد الاجايل برنسبلز اند مايند سيت، فاليو دريفن ديليفري، ستيك هولدر انجيجمنت، تيم بيرفورمانس، ادابتيف بلاننج، بروبلم ديتكشن اند ريزوليوشن، اند اخر واحده من الموديولز اللي هو كونتينوس امبروفمنت. ومحضر أنا جزء صغير جداً criticizing agile، يعني نحكي بعض التحديات أو بعض limitations في الأجايل. agile SB بستخدم tools techniques من ضمنها مثلاً الـ agile analysis and design، agile estimation، communications، interpersonal skills، matrix إلى آخره. بعض knowledge والـ skills المطلوبة حتى الواحد يحصل على هاي الشهادة، مثلا يكون البراكتيشنر عنده نوليدج في الاجايل فاليوز اند برينسيبلز، اجايل فريم وركس اند تيرمينولوجي، مثلا تيم موتيفيشن، بروبلم سولفينج، برايورتيزيشن اتسترا، زي ما انتم شايفين هون تقريبا. الاكزام ريفرنس ماتيريالز هذول تقريبا 12 كتاب، من ضمنهم طبعا الاجايل براكتس جايد اللي هو ثاني واحد، هذول هم الكتب اللي راح يدخلوا في الريفرنس تبع الاكزام. برضو من الكورس كونتنت اللي هو examination content outline، طبعا هو اللي انتو عارفينه اللي هو BMI ACB، اذا شايفينه هذا الكتاب من BMI زي BMB. انا عامله بطريقة تانية ممكن حتى الطالب يفهمها او اللي بده يدرس على امتحان يفهمها، هي tasks للبراكتيشنر تبع الاجايل، مقسمهم انا على حسب الموديولز اللي موجوده في الاكزام اوتلاين. كل تاسك او يعني كيف ممكن تطبق هذه التاسك والسبب تبعها، يعني هي فعليا احنا لو بدنا نقارن مثلا بين هذه التاسك اذا شايفين الاكسل فايل وبين الفايل البي دي اف من البي ام اي، هي نفس الشيء، بس انا مقسمهم بالطرق، نحكي كل التاسكس حسب الموديول اللي انت فيه. مثلا هون برينسيبلز اند مايند سيت، هاي التاسك المطلوبة في هذا الموديول باي تولز اللي بتستخدمها مثلا، والأسباب، وهون شو النوليدج، نوليدج اند سكيلز اللي محتاجها في هذا الموديول، والتول كيت اللي راح تحتاجها في هذا الموديول. في عندنا كمان التولز اند تكنيكس، فهاي اكسل فايل نحكي ملخص فيها بعض الأمور. طيب نرجع للبرزنتيشن، نعطي فكرة عن الـ Introduction to Agile. الـ History of Agile زي ما الكل عارف أنه بـ 2001 كان في اجتماع لـ 17 مبرمج، هذول أسماءهم، طلعونا في إشي اسمه Agile. طبعاً الـ Agile هو قديم، بس كـ Concept أنه بالـ 2001 جمعوا كل الـ Methodologies. الـ Output تبع الميتينج باختصار في ان المايند سيت، انه احنا بنفكر باجايل، اجايل از مايند سيت، طريقه تفكير، طلع منها اربع فاليوز من هذا الاجتماع. كان مده الاجتماع تقريبا 3 ايام، 12 برينسيبلز وبراكتسز. من ضمن البراكتسز مثلا سكرام، اكس بي، ديسبلين اجايل، لين، كانبان، اتسيتر. فهاي باختصار. طيب واتس اجايل؟ اجايل is the ability to create and respond to change، القدرة على التكيف مع التغييرات الحاصلة. طبعا التغييرات مش فقط في المشروع، احنا ما بنحكي كمشروع، التغييرات الحاصلة في البزنس مثلا، فهي الأجايل. طبعا لما نحكي أجايل بالعربي إلها ممكن ناس بيستخدموا كلمة مرونة، ناس بيستخدموا كلمة رشاقة، ممكن يعني ممكن بميل لكلمة رشاقة أكثر من مرونة، فنحكي الرشاقة في التكيف مع التغييرات. الأجايل is a way of dealing with like uncertain and difficult environment.
اوكي، اجايل باي اتسيلف از نوت ا ميثودولوجي. لما نفكر في الاجايل ما بنفكر فيها از ميثودولوجي، يعني احسن تعبير لها اجايل ابروتش، نهج وليس منهجيه، وفي فرق كبير بينهم. في عندنا اخر شيء هنا، اجايل از نوت اونلي فور سوفت وير سيكتور. طبعا لما اجتمعوا 17 مبرمج في 2001 هم مبرمجين، كان خاص بالسوفت وير، بس الكونسبت تبع الاجايل، مفهوم الاجايل ممكن يطبق في اكثر من سيكتور، من اكثر من قطاع، مش فقط في البرمجه. طبعا هاي البوبيولر ابروتشز مثلا لين اجايل، سكرام، بان، كريستال اتسترا، هاي بتشوفها في البي ام اي. وهون في عندنا الديفلوبمنت لايف سايكل مودلز، الواترفول او بنسميها بريدكتيف ابروتش او بلان دريفن ووترفول. في عندنا اللايف سايكل الثانيه اتريتيف، اللي هي ان احنا لما نيجي نعمل البروجكت ما بنعمله باي سيكونس، احنا بنعمل سيكونشال، لسه في سيكونشال بس بير اتريتيف. وانكريمنتال ديفلوبمنت لايف سايكل زي ما انتم شايفين هون الايمج، اتوقع واضحه. وادابتيف متكيف، وهايبريد بين الووتر فول والاجايل، ووتر سكرام فول، يعني هي ممكن تمثل الهايبريد. انت بتختار شو اللي بتحتاجه للمشروع تبعك. ريليز لايف سايكل اتريشن، ريليز هي اكبر من اتريشن. الاتريشن مدتها او سبرنت بسموها مثلا في السكرام، الاتريشن مثلا بيكون مدتها من اسبوع لاربع اسابيع مثلا كمده زمنيه. الريليز اللي هو الاصدار لهذا لمنتج، فاللايف سايكل تبعه في عندنا في مرحله الانسبشن، في البروجكت انيشيشن، ريليز بلاننج، وفي الكونستركشن الريليز بنقسم لعده اتريشنز. تبدا باتريشن زيرو، هاي مثلا للتحضير التجهيز للاتريشنز، بعدين اتريشن 1 2 3 اب تو ان، واخر اتريشن هاردنينج اتريشن، هاي التسليم او ما قبل التسليم. في اخر مرحله في يعني ترانزيشن، اللي هو مرحله الانتقال من لبروجكت او فيز ثاني. رولز اند ريسبونسبيلتيز في الاجايل بشكل عام، لو نطلع هون ما في شيء اسمه بروجكت مانجر، ممكن نسميه بروجكت ليد او بروجكت ليدر. ففي عندنا الرولز اند ريسبونسبيلتيز، في عندنا بروجكت ليد، في عندنا فاسيليتيتور، تيم ممبرز، بزنس ريبريزنتيف مثلا البرودكت اونر، والاكسبرت، كاستمر او اند يوزر، سبونسر، اند جوفرنس بورد. هذول معظم الرولز والريسبونسبيلتيز المستخدمه في الاجايل. فاندمنتال كونسبت، المفاهيم الاساسيه في الاجايل، الاجايل مايند سيت اوفر براكتسز، ما بنفكر فيها في براكتسز، هي طريقه تفكير. يوزر انفولفمنت، لازم ندمج المستخدمين، تمكين الفريق العمل، في فيكس تايم بوكس، هاي فكره الاجايل انه في عندنا ليميتيشن بالتايم بوكس، يعني في عندنا مثلا اتريشن مثلا مدته 3 اسابيع او 4 اسابيع، هاي التايم بوكس. الميتينجز في لها تايم بوكس معين، فرح نحكي عنها بتفاصيل اكثر شوي. ريكويرمنت ات هاي ليفل، فكره الاجايل هي لايت ويت، يعني ما نعمل ريكويرمنت لكامل المشروع او لكامل البرودكت ان ادفانس، بناخذ المتطلبات حسب المتاح لنا بهاي ليفل. incremental project releases، انه الموضوع التسليمات لازم تكون دوريه، frequent delivery، التسليمات بتكون دوريه دائما، مش زي الwaterfall او plan driven approach. finish tasks one by one، هاي فكره الاجايل، ما تشتغل على اكثر من تاسك في وقت واحد. sharing of knowledge، مشاركه المعرفه، والاختبار مبكرا قدر الامكان بشكل دائم. والأهم هنا في عنا تيم وورك، احنا نشتغل كفريق واحد، حتى مع الكاستمر احنا فريق واحد. الدومين الأول في الاختبار أو في الاكزام كونتنت أوتلاين، اللي هو الأجايل برينسيبلز أند مايند سيت، تقريبا فيها عليها 19 سؤال. وات مايند سيت؟ حسب كارول دويك
في كتابها مايند سيت، في عندنا فيكس مايند سيت وجروث مايند سيت. الفيكس مايند سيت هي التراديشنال مايند سيت، العقليه القديمه ثابته اللي بتعتقد دائما انه في وجود واحد، بينما العقليه المتغيره اللي هي القابله للتطوير. على سبيل المثال لو بدك تسالني مثلا انت بتعرف تسوق سياره، اذا حكيت لك بعرف اسوق سياره هي عقليه، او ما بعرف اسوق سياره هي عقليه ثابته انا ترسخت عندي اني انا بعرف اسوق سياره او ما بعرف اسوق سياره. بينما العقليه المتغيره اني ممكن اجاوبك بطريقه ثانيه، اني احكي انا ما بعرف اسوق سياره بس حابب اتعلم، او من خلال الجواب الثاني مثلا من خلال ممارستي بالسواقه اني صرت اعرف اسوق سياره. فاذا انا في عقليتي يعني حاط في بالي ان في عندي continuous development بشكل مستمر، في تطوير مستمر. الاوتبوت تبع الميتنج في 2001 اربع values individuals and interactions over processes and tools. الفاليو الثاني working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contact negotiation, responding to change over following a plan. اليسار هي الغالب على اليمين، بس لا يعني انه العمود اللي على اليمين انه ما له اهميه، بالعكس له اهميه، بس الاهم منه العمود اللي على اليسار. طبعا هاي المحاضره هي مو شرح، هي بس تعطي اوفر فيو، احنا ما راح نشرح، نعطي اوفر فيو. ال 12 برنسبلز اللي هون لو تشوفوا مثلا المربع اللي على الشمال، هاي نحكي خلاصه هذا البرنسبل، يعني بشرح البرنسبل بشكل مبسط جدا. مثلا هنا our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. المختصر تبعها انه ارضي العميل تبعك باسرع وقت ممكن واعطيه great value. البرنسبل الثاني welcome changing requirements even late in development. agile processes harness change for the customer's competitive advantage. change as you go. الفكره تبعت الاجايل دائما بتدعم موضوع التغيير، دائما استعد للتغيير. المختصر تبع المبدا الثالث دائما deliver تسليمات بشكل مستمر. الرابع المختصر تبعه او الشرح تبعه اللي هو daily meeting. التيم دائما as daily basis بيجتمعوا، في دائما نقاشات يوميه. الخامس motivate people. البرنسبل السادس فيس تو فيس كونفرزيشن اللي هي كولكيتد تيم، اللي هو يكون الفريق في مكان واحد. المبدا السادس ميجر سيستم دن وركينج سوفت وير از ذا برايمري ميجر اوف بروجريس. انا اعطيني بالنهايه اعطيني الخلاصه، يعني هاي الميجر تبعي بدي سيستم جاهز. اجايل بروسيسز بروموت سستينبل ديفلوبمنت اللي هي الاستدامه، يعني العمليات تبعت الاجايل دائما بتشجع موضوع استدامة التطوير. المبدأ التاسع continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. الأجايل بركز كتير على موضوع quality. المبدأ العاشر اللي هو simplicity the art of maximizing the amount of work not done is essential اللي هو keep it simple. أنا هاي حاطط صورة هاي يعني أكيد كلكم عارفينه، هاي بتوقع انه انسب صوره ممكن تشرح هذا المبدا دائما keep it simple. The best architecture requirements and designs emerge from self-organizing teams. الكونسبت هون انه فريق العمل يدير نفسه بنفسه. المبدا 12 بالاخير continuous improvement through retrospectives. Retrospectives هي مبدا في الاجايل، meeting في الاجايل بين التيم بيعملوا ريفلكت شو اللي صار بالسبرنت او الاتريشن اللي خلصوه. بشكل دوري الفريق بيجتمع وبشوفوا شو اللي عملوه بحيث انه يطوروا، دائما في عندنا continuous improvement. في عندنا هنا اللي هو الاجايل تريانجل. تراديشنالي المنهج التقليدي او الواترفول مثلا دائما بركز على السكوب فيكست ما بتغير، بينما في عندهم flexibility a little bit بالتايم والكوست. الكواليتي حسب المشروع، في عندهم نحكي فلكسبيليتي احيانا في الكواليتي. بينما الاجايل ترانجل اللي هو او الكونسترينت كوست والتايم
هذول فيكست الكوست بالتايم، بس في فلكسبيليتي في السكوب، والكواليتي برضه فيكست في الاجايل. يعني معناه انه الكواليتي في الاجايل از نون نيجوشيبل، غير قابله للنقاش. هنا خلينا نفكر في الاجايل كونسترينتس، like the missing point in this constraint أو ال triangle. What do you think? Okay, في عندنا مشروع مثلا planned schedule 5 سنوات، خطة طوله إنه ينتهي هذا المشروع بعد 5 سنوات، بينما انتهى بعد 13 سنة أو 13 سنة تأخير فعليا. Planned cost 7 مليون، خطة طوله إنه يكلف تقريبا 7 مليون دولار، وكلف 110 مليون دولار. شو بنحكي عن هذا المشروع؟ هل هذا ناجح، جيد، سيء؟ هذا المشروع بشكل عام لو بدنا نقيسه على، نرجع سابقا، لو بدنا نقيسه على الترديشنال كونسترينت او احنا بنسميها مثلا الايرون تريانجل، مثلث الحديدي، نحكي هذا المشروع فاشل. وحتى على مستوى الاجايل برضه، الاجل تريانجل هير اللي احنا شايفينه هون، برضه ممكن احنا نحكي الكوست اذا كان في هو فيكست، اذا في مشكله لما نحكي عن مشروع زي هيك مثلا، اذا الكوست عندنا عالي، التايم عندنا ارتفع كثير، والكوست ارتفع كثير. ففي عندنا نقطه ميسنج هنا في الاجل تريانجل. هذا المشروع اللي هو سيدني أوبرا هاوس. سيدني أوبرا هاوس هذا نحكي آيكون هلا في أستراليا، طبعا الكل بيعرف هذا المبنى اللي بيخلي هذا المشروع. طبعا الآن هو الآيكون في أستراليا اللي هي الفاليو. فإحنا لما نحكي عن الأجايل، هو فعلا التركيز تبعها الأجايل، the major here are value. فإحنا عندنا الفلكسبل constraints اللي حكينا عنهم، cost, schedule, cost and scope، بس الفاليو الميجر، والكواليتي هي الفيكست، اللي هو اجايل تيم تري سكوب از نيجوشيبل سينس ريكويرمنتس مي تشينج بات كواليتي از نون نيجوشيبل. يعني ما في مجال للكواليتي ان يتفاوض عليه. خلينا بشكل مختصر جدا نحكي عن الكومن اجايل ميثودولوجيز. أجعل بشكل عام أجد في 2001، بينما الميثودولوجيز هون بنسميهم منهجيات، أجد قبل الأجعل. فهم هذول الميثودولوجيز صار عليها تيلورينج، صارت في كونسبت الأجعل. فينا سكرام ب 1986، وإكس بي بترم التسعينات، لين 1940، كان بان 1940 تقريبا، إف دي دي فيتشر دريفن ديفلوبمنت 1997، DSDM 1994، والكريستال ميد 90s. خلينا نحكي عن السكرام بشكل عام، راح اخذ بس بعضهم، يعني مش طبعا مش كلهم. السكرام بروسيسز هاي اكيد الكل بيعرفها. في مرحله الفيجن، البرودكت اونر بيجيب ريكويرمنتس او البيزنس ريكويرمنتس. في عندنا هون البرودكت باكلوج، برايورتايز برودكت باكلوج، راح نحكي عنها بشكل مختصر بعدين. الميتنج هون سبرنت بلاننج ميتنج مع التيم، هون بيحددوا اللي هو سبرنت او اتريشن حسب الميثودولوجي. يعني مثلا سبرنت في سكرام، الاكس بي بتستخدم مصطلح اتريشن. الاتريشن هون مثلا من اسبوع لاربع اسابيع. في عندنا سبرنت ريفيو ميتنج اللي هو هذا في ميتنج بنعرض للكاستمر. وفي عنا اللي حكينا عنه اللي هو السبرنت ريتروسبكتيف ميتنج، بنعمل ريفلكت شو اللي صار بالسبرنت السابق، نعمل فيدباك او نيو ريكويرمنت او تشينجز للسبرنت اللي بعديه. طيب سكرام كونتنت، في عنا تيم رولز، الديفلوبمنت تيم او بنسميهم ديفلوبرز، وبرودكت اونر، وسكرام ماستر. هذول اهم الثلاثه رولز الموجودين في سكرام. الايفنتس او ممكن نسميهم سيرمونيز او اكتيفيتيز او الاجتماعات تقريبا، يعني بعض، يعني الا الاولى. في عندنا ذا سبرنت، سبرنت بلاننج ميتنج، ديلي سكرام ميتنج، سبرنت ريفيو ميتنج، سبرنت ريتروسبكتيف ميتنج. الارتفاكتس او اللي هي الاوبجكتس،
المكون تبع السكرام. في عندنا ثلاث مكونات: برودكت انكريمنت، برودكت باكلوج، اند سبرنت باكلوج. بشكل مختصر، تيم رولز، اجايل تيم هم اللي بده بيعمل الشغل. لما نفكر في الاجايل تيم، هو سيلف اورجنايزنج تيم، هو بدير نفسه بنفسه، له صلاحيه انه ياخذ قرارات. السكرام ماستر هو فاسيليتيتور، مرشد للاجايل تيم، بحاول يشيل العقبات اللي بواجهها التيم. البرودكت اونر هو فويس اوف ذا كاستمر، صوت العميل، هو له صلاحيه انه يعمل برايورتايزيشن او يحكي للتيم على ايش يشتغل الان. الميتينجز في السكرام، ميتينجز فلو، زي ما حكينا سبرنت بلاننج ميتينج، هذا اول ميتينج في السكرام. بعدين بشكل يومي في عندنا ديلي سكرام ميتينج او ديلي ستاند اب ميتينج بنسميه، هذا بشكل يومي. الاجتماع اللي بعديه سبرنت ريفيو ميتينج، اللي بعديه سبرنت ريتروسبكتيف ميتينج. خلال هاي الاجتماعات بنعمل باكلوج جرومينج او ريفاينمنت ميتينج، هذا حسب الحاجه. ريفاينمنت ميتينج الباكلوج رح نحكي عنها بعدين، تحسين وتطوير الباكلوج او قائمه المتطلبات. في عندنا كمان ميتينجز ثانيه سكيلد سكرام، في عندنا سكرام في سكرامز. زي ما انتم شايفين هنا بالصوره، اذا كان في عندنا اكثر من بروجكت مثلا، في عندنا هذول التيمز اللي هون، هون في عندنا سكرام في سكرامز، هذا اللي هو تشيف سكرام ماسترز، قائد الاعلى من السكرام ماستر، بنسميه تشيف سكرام ماسترز. في كل عده افرقه في سكرام اوف سكرامز. وفي عندنا شيء كمان اسمه سكرام اوف سكرام اوف سكرامز، لا المستوى اللي بعديه او الاعلى منه، اللي هي بنسميها مثلا البروجرام اور بورتفوليو سكرام ماستر. في العاده في الاجتماع سكرام اوف سكرامز، في بعض الاسئله بتنسال، مثلا what has your team done since the last meeting, what will your team do by the next meeting, what are your obstacles, شو العقبات، and can other team help you, what decisions made by your team could impact other teams. الارتفاكتس، في عنا اهم ارتفاكت حاليا نحكي عنه بشكل مختصر، product backlog. البرودكت باكلوج هو prioritized list of all the work، هو الفيتشرز اللي في البرودكت تبعنا مرتب حسب الفاليو، هاي فاليو، وهون بنحط بالاخر لو فاليو. اوكي، والبرودكت بتقسم لريليزز، كل ريليز في له اكثر من سبرنت او اتريشن. نحكي بعدين بشكل مختصر عن اليوزر ستوريز او السبرنت باكلوج، هي تقريبا نفس مبدا البرودكت باكلوج بس على مستوى السبرنت. Extreme Programming Methodology اللي هو XP Methodology. XP Life Cycle بشكل عام، هاي Life Cycle في عنا Stages، مثلا Exploration Stage، Iteration Planning. هون في Exploration انت بتحاول تستكشف، ومرحلة الاستكشاف. في مرحلة Planning، Iteration Planning، يعني شوف هون زي ما حكينا هون مستخدمين Iteration مش Sprint. الستوريز رح نحكي عنها لاحقا، بس هي الاعمال اللي بقوم فيها فريق العمل. الايتريشنز فيها الاناليسز والديزاين ديفلوبمنت تيستينج، وفيها كونتينوس انتجريشن بشكل دائم، في فيدباك وتست، كولكتيف كود بيز، هذول بشكل دوري على مستوى الايتريشن. بعدين مرحله كاستمر ابروفل اكسبتنس تيست، بطلع المنتج اللي هو سمول ريليزز. 13 XP core practices. المفهوم تبع الـ XP انه فوكس على التيم بشكل كامل، playing games, sustainable base, small releases. الميتافور اللي هي المصطلحات انها تكون قابلة للفهم للفريق العمل وحتى للكاستمر. simple design, continuous integration, customer tests, pair programming, collective code ownership, test driven development and refactoring. هاي تقريبا البراكتسز تبعت الاكس بي بشكل عام. اللين، نحكي عن اللين برودكت. في لين ثينكينج، الكونسبت تبع اللين ثينكينج، في عندنا سبع مبادئ.
المبدأ الأول هو eliminate waste، في عندنا empower the team، تمكين فريق العمل، deliver fast، سلم بأسرع وقت ممكن، optimize the whole، لما تيجي تطلع على النظام تطلع عليه بشكل كامل، تطلع عليه من فوق لا تطلع على جزء منه. مبدأ الخامس اهتم أو focus on the quality، build quality in. المبدأ السادس defer decisions أو commitments، حتى في حياتنا الشخصية الأحسن أن نأجل قراراتنا لآخر لحظة، decide as late as possible until the last responsible moment، أنه ما تتخذ قرار بسرعة أو مبكرا، حاول أجل قراراتك للآخر. المبدأ السابع amplify learning create knowledge، دائما نتعلم. في عندنا 7 forms of waste، partially done work، عمل غير مكتمل، extra processes عمليات إضافية، extra features gold plating مثلا، task switching إنه واحد مثلا يشتغل أكثر من task نفس الوقت، waiting أو delays، motions اللي هي extra steps مثلا ال handoffs أو distributed teams الفريق المنتشر مثلا أنحاء العالم مثلا أو في أكثر من مكان، والديفكت المشاكل أو الباجز. 5S tool for improvement للتطوير، 5 stages اللي هو sort، يعني في هي كان مأخوذ من المصانع أو lean manufacturing. sort اللي keep only necessary items in the workplace، set in order، organize each area in the workplace based on how work is done. يعني اللي أخذته رجعه أو رتبه بطريقة مرتبة. shine clean the work area so it's neat، خلي المكان نظيف حتى لو بدك تفكروا فيها بالكود، نظف الكود. standardize full standard practices and processes. sustain put back in place، فهاي المبدأ تبع اللين أو التولز، tool for improvement. نحكي على الكانبان أو بنسميها مثلا فيجوال كاردز أو سيجنال كاردز أو ساين بورد، كانبان بورد. احنا مثلا نستخدم تريلو مثلا، هي كانبان بورد فيها ستيجز أو فيزز تبعت البروجكت أو الإتريشن اللي احنا فيه حاليا مثلا أو السبرنت. هنا اليوزر ستوريز، وفي عنا مثلا هنا هذا هو الباكلوج ready for development، هذول اليوزر ستوريز، كل يوزر ستوري في لها تاسكس حاليا in progress، عنا هذول اليوزر ستوريز وready أو وreleased. مفهوم الwork in progress اللي هو stop starting and start finishing، لا تبدأ في شغل جديد، خلص شغلك الحالي، ما تحط العمل الآن اللي انت بتشتغل عليه أعمال إضافية لغاية ما تخلص عملك الحالي. آخر موضوع في هذا الموديول اللي هو Servant Leadership. الأجايل هي فوكس على leadership أكثر من management، صح من ناحية، أو برضو المانجمنت، ما ننسى المانجمنت. هنا في مشكلة مع يعني بشوف أنا مثلا بعض الفيديوز أو حتى التعليقات أو بعض الناس اللي بتكتب ما بتفرق بموضوع المانجر والبوس. المانجر أو المانجمنت والليدرشيب لا غنى عنهم التنين. أنا هون بسميها هاي الصورة اللي هي بوش أند بول ثيوري، نظرية الدفع والسحب. Your position makes you manager while people makes you a leader. لا غنى عن التنين، انه في بعض الاحيان في بعض الحالات نحتاج ان نكون مانجر، وفي بعض الحالات نحتاج ان نكون ليدرز. فهي تقريبا بعض الفروقات بين المانجمنت والليدرشيب، والاجايل بتركز على اللي هو سيرفنت ليدرشيب، القياده الخدميه. يعني التيم مثلا لما نحكي مثلا عن سكرام ماستر او التيم، هو فعليا نفس الفريق. انت لما تطلع على البروجكت بشكل عام بالاجايل بروجكت، انت ما بتعرف مين هو البروجكت مانجر او مين هو الليدر، صح؟ ممكن البروجكت اونر
ممكن، او السكرام ماستر خاصه يعني نحكي في التيم، بس فعليا كلياتهم نفس الليفل. اوكي، بس لا غنى دائما عن المانجمنت، يعني لازم يكون في شخص هو اللي بيدفع الفريق او يتبع البروسيسز. في بعض الحالات ممكن مناسبه اكثر من موضوع الليدرشيب. الموديول الثاني اللي هو الفاليو دريفن ديليفري، هو ان امبورتنت تيرمز في عندنا ديليفربلز بنفيتس بهذا الموديول، فاليو فاينانشلي، فاليو ايكوال بنفيت ماينس كوست، اند بزنس فاليو. في هذا الموديول في بنركز على assessing فاليو. هذول المتريكس المستخدمه اقتصاديا او فاينانشلي زي الـ ROI، Internal Rate of Return، Payback Period، Present Value، and Net Present Value. سم Agile KPIs، بعض أهم الـ Agile KPIs المستخدمة، مثلا لقياس الأداء، مثلا Velocity، Throughput، Burn Down وغيرها. في عندنا هنا Remaining Work، Burn Up، Likely Completion Date، and Likely Costs Remaining. Cumulative flow KPIs مثلا latest low, cycle time, lead time, escape defects. هذول بعض ال KPIs ممكن نحكي عن بعضهم. في ال assessing value هون managing risks. Traditionally في المنهجية القديمة أو ال waterfall، ما بدي أسميها قديمة عشان برضو الآن مستخدمة، بنمر في مراحل في processes حسب ال PM book الإصدار السادس. Risk management plan, identify risks, perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, plan risk response, implement risk response, وفي monitoring risks. هذا اللي احنا نعرفه، اوكي، هاي الفلو تبع الريسكس. في الاجايل في هاي العمليات موجوده هون بكل iteration، مش على مستوى البروجكت بشكل كامل. في الاجايل هون في عندنا مفهوم الريسك وفي عندنا مفهوم الفاليو، هم فعليا مفهوم واحد، same concept. الريسك بنحاول احنا minimize the threats اللي هي risks negative impact، وفي عندنا الفاليو maximize opportunities positive impact. prioritizing value اللي هو ترتيب الفاليو. دائما لما احنا نعمل الاعمال تبعتنا بنبدا في الفاليو الاعلى، فهون في عنا balancing risk and value. Do first high value، الأعمال اللي high value لها قيمة عالية، و high risk عشان إذا كان high risk إذا في مشكلة فيه بنحاول نفشل فيه مبكرا بحيث إن نتعلم ونروح للمرحلة اللي بعديه، ما نخلي دائما ال high risk لآخر شيء. الأولوية الثانية اللي هي high value low risk، اللي بعديه do second هون do last low value low risk. avoid، حاول تجنب أي عمل low value high risk. العوامل المؤثرة على الترتيب أو ال prioritization: ال business value، ال cost، compliance، knowledge gain، ال risk، resources، with dependencies. بعض الـ prioritization techniques، طبعا لما نحكي عن prioritization اللي هي احنا نحكي عن backlog items. في عندنا بعض الـ games او بعض الـ techniques ممكن هون مستخدمة، مثلا classification ranking او simple schemes. في عندنا Moscow اللي هو must have، should have، could have، would have، monopoly money، 100 point method، did voting or multi voting، كانو analysis، ويجرز method، relative prioritization أو ranking. okay، هاي بعض techniques في prioritization ما رح نتوقع نحكي نشرح عنهم. deliver incrementally، الآن لساتنا في value driven delivery domain. في عندنا مصطلحين مهمين، minimal viable product اللي هو MVP، في عندنا minimal marketable feature MMF. الفكرة تبعتهم إنه make something people want. بهاي الطريقة، وهي دائما مشهورة حتى إحنا بنيجي نحكي عن agile،
دائما نشوف هذول الصورتين، بس هو فعليا هذا مش أجعل، ثاني هذا مش أجعل، هذا الأول. خلينا بالأول، that's not how to build minimum viable products. الفكرة إن نسلم إشي الشخص يستخدمه، أوكي؟ يعني واحد اثنين ثلاثة، هذولا المرحلة الأولى والثانية والثالثة are not usable، المستخدم ما راح يستخدمهم. الصورة الثانية أو الليفل الثاني، هاي البسكليت بعدين الموتوسيكل بالسيارة، واحد اثنين ثلاثة are not required، مش مطلوبين مع عميل. الثالثة اللي هي ال MVP اللي هي minimal viable product، العميل في عندنا منتج بيستخدمه طول الوقت، يعني usable product، انه ممكن يستخدمه في اي مرحلة بعد اي اصدار، ممكن يستخدم هذا المنتج. agile tools low tech high touch. low tech high touch، ال agile team prefer اشي اسمه low tech، يعني ما مش معقد بس له فعالية كبيرة، اللي هي manual examples، بنستخدم مثلا sticky notes, colored markers, whiteboards, flip charts. هذول أمثلة على ال low tech high touch. اوكي، هي بتطبق الفاليو تبع الاجايل individuals and interactions over processes and tools. هاي المانيوال. في اكزامبل سوفت وير اكزامبلز، هذول مثلا بعض السوفت وير ابلكيشنز اللي بسموها الاجايل تيم. نحكي عن الاجايل كونتراكتنج. الكونتراكت تايبس في التراديشنال واي، في الووتر فول، بنقسم تقريبا لثلاث اقسام العقود: fixed price, cost reimbursable and time and material. وهي طبعا انواعهم او الاقسام تبعت كل كاتيجوري. الاجايل في يعني برضه fixed price increments. مثلا بال fixed price increments في الاجايل في عندنا not to exceed fixed price، ان في عندنا سقف محدد اللي هو السعر الثابت، عفوا سعر ثابت، graduated fixed price، fixed price work package حسب ال story أو story point. category الثاني time and material، برضو موجود في الأجايل، موجود في الترديشنال، بس هون في الأجايل في أنا time material with cap اللي هي with limitation، يعني في له حد معين. graduated time and material money for nothing and change for free. هاي مثلا إذا أنت عندك اتفقت مع الكاستمر إنه بدي أسلمك مثلا 10 فيتشرز، الكاستمر طلب تشينج، مثلا بدي اضيف رقم 11، تحكي له اوكي ضيف رقم 11 بس بدي اشيل رقم 8. مالتي ستيج او كاستمايز حسب العقد، تيلر ذا كونتراكت. الكي كونسبت في الاجايل كونتراكتنج اللي هو فريق العمل، هنا الاجايل بروجكت انه الفريق حتى مع السيلر والباير هو فريق واحد. الباير والسيلر share risks. في ال large projects برضو في الأجايل في عنا شيء اسمه ال MSA Master Services Agreement. part من ال project، ال large project، بنقسم نحكي break down the large project into smaller projects. verifying and validating values. في concept هنا في الأجايل gulf of evaluation، اللي هي ال misunderstanding between the user وال developers. هاي بنسميها ال misunderstanding، بنسميها gulf of evaluation في software. في ال non software environments we call it the gulf of misunderstanding. برضو الأجايل بركز على frequent verification and validation. الفرق بين ال verification and validation، ال verification مبدأها are you building the thing right، وال validation Are you building the right thing? وهي بعض الأمثلة على الـ verification والـ validation. من ضمن الـ verification and validation في عنا frequent feedback، أو بنسميها الـ feedback loop. حسب المرحلة أو الـ stage، مثلاً في الـ release feedback تأخذ شهور، iteration demo أسابيع، acceptance test أيام، stand up meeting كل يوم في عنا feedback، customer collaboration hours، unit test minutes، pair programming seconds، والcode. domain الثالث stakeholder engagement.
لازم نشرك ستيك هولدرز في الأعمال، ويكون في عنا بشكل دائم في عنا collaboration environment. ال agile principle: business people and developers must work together daily throughout the project. هاي بنحكي بعض المنافع اللي هو ال active engagement، مثلا mitigate risk, build trust, support adjustments earlier and so on. Establishing a shared vision. هون بنركز على ال agile project charter، تقريبا نفس ال traditional project charter في ال agile ال components، بس الفكرة هون بال agile acknowledge that scope may change. يعني دائما في ال agile project charter بنحط term ال scope احتمال انه يتغير مش fixed. ال agile charter or project charter answers the W5H questions، اللي هو who will be engaged, stakeholders, what's this project about, where will it occur or deliver, when will it start and end, why is it being undertaken, and how will it be executed. في عندنا مصطلحين هنا مهمين برضو في الأجل مستخدمين، اللي هو definition of done اللي هي الكريتيريا لديليفربرز، وفي عندنا definition of ready. هاي نحكي الورك فلو تبعهم. في عندنا الفيجن انه هاي البروجكت باك لوج ايتمز، ريدي ايتمز اللي ممكن التيم يشتغل عليهم. في عندنا سبرنت جولز، في عندنا سبرنت باك لوج اللي هي هون شايفين كان بان بورد، وهون السبرنت المرحله اللي بعديها ديفينيشن اوف دان، او احنا بنسميها دان دان، انه هاي الاعمال تمت 100%، بعدين بنسلم برودكت انكريمنت او جزء من البرودكت. ال communicating with stakeholders, effectiveness of different communication channels. في عنا نوعين من ال communication، تواصل asynchronous وفي عنا synchronous. asynchronous اللي هو مش بنفس not at the same time، ال synchronous at the same time، مثلا المكالمات الهاتفية وال highest efficiency communication بين team face to face at whiteboard. في الـ communication with stakeholders في عنا اللي هو information radiators، اللي هي لوحة بالحيط زي ما انتم شايفين بالصورة هون، عليها كل الـ components هاي، مثلا الـ product backlog, sprint backlog, kanban board, story maps، أو أي chart، بحيث انه يكون التواصل بين التيم بشكل فعلي وعملي، ما نخبي المعلومات، يعني يكون كل شيء واضح قدام الكل. Working collaboratively، بناء بيئة متعاونة. Establish the collaboration zone. في عنا two zones أو البيئة العمل. في red zone، بيئة عدائية فيها خوف، self-centered attitude, doubt and suspicious. Okay، بينما الأجايل بتركز على green zone اللي هي high trust, low blame، بناء الثقة مبنية على الحوار، مبنية على التعاون. Risk taking، ما بخافوا من إنه يأخذوا مجازفة. Collaboration games or innovation games. Working collaboratively، دائما فريق العمل بيعمل الأعمال تبعه بطريقة ابتكارية أو من خلال ألعاب. مثلاً هون بعض الألعاب أو الgames. Remember the future، في عنا throwing the product tree، speedboat أو sailboat، buy a feature، bank for a back. Project box، هذول كلهم games. Using critical interpersonal skills، مثلا emotional intelligence، active listening، facilitation، negotiation، conflict resolution، participatory decision making. أخذت أنا هون مثال واحد اللي هو conflict resolution، ممكن نركز عليه اللي هو levels of conflict بفريق العمل. conflict بمر في مستويات، مثلا المستوى الأول problem to solve، يعني مشكلة ممكن حلها، disagreement، contest، بعدين الحرب crusade or fight or flight، يعني يا أنا يا هو، والمرحلة الخامسة الحرب العالمية. فهاي هي levels، وهنا بعض الحلول المقترحة لكل مرحلة شو ممكن إحنا نعمل ك leaders. الدومين الرابع team performance،
key items في هذا الموديول Agile Team Roles, Collocation, Virtual Teams, Culture, مثلا هون في الـ High Performing Team, Stage of Formation. Building Agile Teams, Cross-Functional Skills and Generalizing Specialties. في عندنا الـ I-Shape People اللي هم هذول بيكونوا متخصصين في علم معين, علم واحد بكون محترف فيه فقط بس ما بعرف شيء ثاني. الأجايل بتركز على أنه فريق العمل أو الشخص يكون عنده اطلاع كامل في أكثر من معرفة, في أكثر من علم, يكون ديب في كل علم من العلوم. فبنسميه إحنا الأول I shaped, الثاني T shaped, المستوى الثالث وهو هذا نحكي الترند الـ M shaped أو Broken-Com shaped. مثلا أنه الشخص نفسه عنده علم في أكثر من سيكتور, بروكن كام اللي هو المشط المكسور, بس مثلا متفوق مثلا في هذا الفرونت اند ديفلوبمنت, بينما مثلا بنقصه بعض الأمور في السيكوريتي مثلا وهكذا. فبنسميها ام شيب. المودلز اوف تيم ديفلوبمنت اللي هو شوهاري موديل, الشو اللي هو ليرن اند فولو ذا رول. لما تيجي تبدأ في عمل معين أو مع شركة جديدة مثلا كموظف, في أول مرحلة اتبع التعليمات, حاول بعدين master this rules and break the rule. أوكي, اللي هي بنسميها ح, يعني حاول تخلص من التعليمات. المرحلة الأعلى اللي هو go beyond أو be the rule. وزي ما انت عارفين هنا models of team development تكمن model أو تكمن ladder, forming, storming, norming, performing, and adjourning. Adaptive leadership, هون أو بنسميها situational leadership model, اللي هي تكمن ladder, تستخدم بحسب الحالة. مثلا بالمرحلة الforming ممكن نستخدم directing أو telling. الstage storming ممكن نستخدم coaching أو بنسميها selling. Norming, supporting أو participating. نستخدم في الستيج performing, نستخدم delegating. فهاي بشكل عام situation leadership model. Creating collaborative team spaces, ال collocated teams زي ما هون في الصورة شايفين اللي هو team space أو بنسميه war room. هون في caves and common اللي هو common, هون فريق العمل أو فريق المشروع الواحد بكون قاعد جنب بعض, بينما caves غرفة بتكون صغيرة ممكن ينفرد فيها الشخص إذا بده استقلالية أو privacy. Team space, tools and equipment. أوكي, هون ال whiteboards, task boards, sticky notes. بهاي الصورة تقريبا بتمثل تقريبا ال tools and equipment. في team space في عنا مصطلح osmotic communication اللي هي osmosis. Osmotic communication is another benefit of collocation that refers to the unconscious collection of information without any specific intention to it. لما تكون انت قاعد مع فريق العمل في غرفة واحدة, انت بتسمع بعض المعلومات من غير ما تكون قاصد انك انت تسمع على زملائك مثلا من خلال حديثهم. فهاي بنسميها osmotic communication, هاي المعلومات اللي انت بتتغذاها او بتستجلبها, osmosis. تعريف تبعها نستخدمها في الأمور العلمية, نحكي الشجر مثلا أو النبتة تمتص امتصاص المعدومة أو الماء. مثلا النبتة تمتص الماء بالتربة من غير ما هي تروح للمي, المي بيجيها. Communication methods, هون الـ Virtual Distributed Teams Communication methods. في عنا Interactive Communication اللي هي same time and same place, different time, different place. هون بعض tools, الايميلز والفاكسز والفويسميل, هذول different place وdifferent time. بينما الريبورتس والايميلز والميموز ممكن تكون same place, different time. والأفضل interactive communication, عفواً interactive communication اللي هو presentations اللي هو same time and same place, smart boards, meetings, interactive whiteboards. هاي بشكل عام الأجايل بركز عليه. Tracking team performance, كيف بدنا نقيس تقدم فريق العمل.
في عندنا هنا الأجايل تشارت، إتريشن أو سبرنت، بيرن داون تشارت. هذا تقريبا شكل البيرن داون تشارت. إحنا ممكن نقيس من خلال هاي التشارت إنه الفريق انتهاك أو أهيد أوف سكيدجول أو بيهايند سكيدجول. طبعا في الأجايل مش مستخدم فعليا مصطلح انتهاك أو أهيد أوف سكيدجول أو بيهايند سكيدجول، بس للتعبير يعني حسب تراديشنال واي كيف تقدم العمل. التشارت الثاني اللي هو سبرنت بيرن اب تشارت. الفرق بينه انه هون بالبيرن اب تشارت انا ممكن اشوف التغييرات اللي صارت على السكوب جاي من خلال هذا المؤشر اللي هون. velocity of the team، ال velocity اللي هي سرعة أداء التيم. velocity the number of story points، amount of work completed اللي تم إكماله من قبل فريق العمل في كل iteration. traditionally مثلا احنا لما نحكي تقدم العمل مثلا 90% انا انجزت المهمة 90%، 90% معناها صفر في ال velocity او ال story point، مثلا معناها انك انت اكملت العمل صفر. احنا ما بنعتبر الا كون العمل انتهى 100%. هاي مثال مثلا على ال velocity story point. مثلا هذا بالiteration الاول فريق العمل عمل اكثر من user stories، كل user story إله مثلا ستوري بوينت. الحساب تبعت الفيلوسيتي اللي هو السم، اوكي، مجموع كل ستوري بوينت لكل اتريشن تقسيم العدد اللي هو 4، بيطلع هذا الرقم اللي هي السرعه. الموديل الخامس اداتيف بلاننج، التخطيط التكيفي. حكينا احنا عن موضوع البريدكتيف بلاننج، اوكي، زي ما انتم عارفين اللي هو الووتر فول، واداتيف بلاننج بهذا الشكل adaptive equal plan to replan، يعني خطط عشان تعيد التخطيط، تخطيط دائما بشكل مستمر في كل ريليز. planning في النون اجال ابروتش بهذا الشكل اللي هو احنا بنعمل planning في المرحله الاولى من المشروع او الفيز، بنركز على planning. بينما في الاجال planning دائما بشكل مستمر، planning and executing في الiteration، planning before iteration and execute في الiteration and so on حتى تنتهي من البروجكت. level of planning، مستويات التخطيط. في عنا على مستوى الstrategy plan goals and roadmaps، البورتفوليو the product which product we need، plan على مستوى البرودكت okay, looking beyond the immediate release. البرودكت اونر بعمل برودكت فيجن في البرودكت بلاننج. في بلان على مستوى الريليز نفسه اللي هو الديليفربلز اند فيتشرز فور ايتش ريليز ذات سبورت ذا برودكت بلان. يعني هو كل بلان بسبورت المرحله اللي قبليه. بلان على مستوى الايتريشن او سبرنت. وفي ديلي بلاننج من خلال ديلي سكرام ميتنج او ديلي ستاند اب ميتنج. التايم بوكسينج، هير اجايل بلاننج كونسبت، في عندنا مفهوم التايم بوكسينج. بعض الاكزامبلز، بعض الايفنتس، استراتيجي بلاننج مثلا ممكن تاخذ 3 إلى 5 سنوات، بورتفوليو بلاننج 2 إلى 3 سنوات، وهكذا زي ما انتم شايفين هون في التيبل. يعني كل شيء تقريبا محدد باوقات معينه، هي فكره الاجايل. بس طبعا هون الارقام او التايمز اللي هون حسب مده الايتريشن، يعني مش fixed. sprint planning إنه 8 hours، لا iteration مثلا مدته شهر تقريبا، بينما لو كان iteration مدته أسبوعين ممكن sprint planning محتاج 4 ساعات فقط. في عندنا هنا بومودورو تكنيك، لا حتى حافظ على موضوع time boxing ما نتجاوزه. time boxing كيف ممكن نختار مدة iteration؟ في عندنا choose smaller iterations إذا كان releases are more frequent، أوكي، في عنا إصدارات متكررة، higher uncertainty requirements، priorities change very rapidly، you have a strong need to avoid student syndrome and Parkinson's law. Choose long iterations when there are high overhead in iterating، بسبب لنا مشاكل موضوع إنه لما عملناهم مثلاً iterations صغيرة. priorities and requirements don't change too often، أوكي، ما في تغييرات كثيرة.
Releases are less frequent. ما في إصدارات كثيرة. ممكن في هالحالة يكون الـ iteration طويل. الـ estimating في الـ agile estimate ranges، في عنا مفهوم مهم اسمه ideal time، اللي هو بعمل العمل بدون أي interruption، بدون أي عائق. مثال هنا، لو المدير سأل مثلا how long will this take، هي هون جاوبته 5 أيام إذا كان هذا كل إشي أنا بعمله، هاي التاسك، بس أسبوعين with interruption. هلأ هون في عنا examples لل interruption، مثلا supporting the current release، اجتماعات، personal issues، أمور شخصية، تلفونات، إيميلات، task switching. Tools for sizing and estimating. Decomposing requirements، لو breakdown requirements أو disaggregation، زي ال work packages أو WBS في ال traditional requirements hierarchy ways، حسب ما شايفين هون في الإيمج هنا. There's no best way to do it. إن ما في عنا إشي ثابت لـ decomposition. مثال عفوا. Agile WBS backlog oriented. كمثال يعني مثلا هنا في عندي الـ project or product تحتيهم الـ epic، epic one، epic two. كل epic بتقسم لـ features، وكل feature في له user stories و theme اللي هي related user stories. كل user story في له task، كل task له sub task، وهي ال time box تبع كل واحدة. User stories شو هي؟ هاي تقريبا شكل user story أو ال index card. User story اللي هي العمل أو المتطلبات requirements that the team commit deliver، المتطلبات اللي الفريق اللي بده يعملها، اوكي، بده يسلمها، تنكتب بشكل قصه من خلال اليوزر، اوكي، اليوزر اللي بده يشتغل على هاي التاسك او هذا المتطلب او هاي الفيتشر. كمثال as a role I want to be able to بدي اعمل goal هنا so that I can احط reason. example as a website user I need a home button so that I can return to the home page with a single click or tap. بهاي الصيغة تقريبا بتنكتب الـ user stories. طبعا في صيغة تانية بس هاي الأشهر. roughly هنا الـ user story مدة العمل عليها من يوم إلى 3 أيام أو من 4 إلى 40 ساعة، ساعة عمل. الـ user story بنكتبها من خلال user story writing workshop. فريق العمل بيجتمع مع بعض في workshop معين بحيث أن نكتب كل requirements في user stories ونخزنها على card، زي يعني حجم الكارد العادية، على وجهين. أوكي، الوجه الأول بنحط فيه اللي هو user story، الوجه الثاني confirmation أو acceptance criteria أو condition of satisfaction. في عنا في user stories components، three components أو three C's. في عنا الكارد اللي هو الكارد itself، الكارد نفسه، والconversation اللي هي اليوزر ستوري، القصة اللي احنا كتبناها، والconfirmation acceptance criteria اللي هي شو الشروط اللي بدنا ننفذها أو لازم تطبق حتى نقدر ننفذ هذا اليوزر ستوري، أو كيف احنا ممكن نقيس نجاح اليوزر ستوري انه هذا تطبق. فهذا بنسميه احنا thesis. User stories هون good attributes باختصار هي اللي هي كلمة invest. Independent يعني ما يكون تابع على user story تاني. Can change, negotiable, available to the customer, estimatable, small and testable. برضو smart good user stories. The specific, measurable, achievable, relevant or realistic time box. بعد attributes لل user stories أن يكون مثلا طويل أو قصير كتير، في إضافات gold plating مثلا، interdependent stories معتمد على user stories تانية، أو too many details مفصل كتير، thinking too far ahead ما تروح بعيد. sizing تبع agile ما بنستخدم duration في agile، بنستخدم t-shirt size أو coffee cup size
اللي هي مثلا سمول ميديوم لارج او اكس لارج وات ايفر، بنستخدم فيبوناتشي تكنيك. الفيبوناتشي تكنيك اللي هو لواحد ايطالي، ارقام يساوي الرقم مجموع الرقمين اللي قبليه، مثلا واحد، نبدا من واحد، اثنين، واحد زائد اثنين ثلاثة، ثلاثة زائد اثنين خمسة، الخمسة يعني واحد اثنين ثلاثة خمسة ثمانية، وهكذا. اوكي، فدائما نجمع الارقام اللي قبليه. فالسايزنج تبع الاجايل بيستخدم موضوع اللي هو ريلاتيف سايزنج، ما في ديوريشن، يعني احنا الديوريشن محددها التيم، هذا التيم بحكي سمول مثلا على سبيل المثال، بحكي انه سمول او اكس سمول 3 اسابيع، التيم هو اللي بحدده. السمول لهذا التيم بيختلف عن سمول لتيم تاني، او ميديوم مثلا لتيم تاني، او حتى نفس التيم بس لبروجكت تاني، حسب ما هم بتفاهموا في البلاننج مثلا. بشكل مختصر الستوري بوينت السايز بنعطيه اللي هو زي ما حكينا هون الفيبوناتشي نمبرينج، اصغر قياس. اوكي، ستوري بوينت مثلا التيم بتفعله عليه، مثلا هذا السكوتر، اوكي بيعطوه مثلا ستوري بوينت 1، او مثلا هذا الفيتشر او هذا الورك بيعطوه 1 ستوري بوينت، بناء على الايفورت المستخدم في هذا الستوري بوينت بنقيس عليه باقي الاعمال، قد ممكن ياخذ فتره زمنيه، قد ممكن ياخذ جهد. بعض التكنيكس في الاستيميشن، افينيتي استيميتنج باختصار اللي هو الكانبان بورد، انت بتقسم اليوزر ستوريز حسب السايز. هون مثلا الكافي كاب سايز، او هون الفيبوناتشي نمبرز. في عندنا هون البرودكت رود ماب او ستوري مابس بنسميها، برودكت اونر مع التيم بيعرفوا بقسموا الستوري بوينتس او اليوزر ستوريز على مستوى البرودكت، زي ما انتم شايفين هنا مثلا الابيك او الفيتشر لغايه ما يوصل للديليفربل. اوكي، او هاي بنسميها احنا الباك بون. الباك بون بلاينج بوكر برضه كتولز فور سايزنج اند استيميتنج، بيجتمع فريق العمل بيستخدموا الفيبوناتشي نمبرز. اوكي، واحد اثنين ثلاثة خمسة، بكون دايما معهم كروت شدة، كل واحد مثلا عنده الأرقام من واحد لغاية 13 حسب، بيعملوا سايزنج. البرودكت اونر بيشرح الريكويرمنت أو الفيتشر هاي، كل واحد من فريق العمل بيعمل استيميت لهاي التاسك بحيث إنه ما حد يشوفها، ومرة واحدة بيعرضوها زي ما هون على الطاولة مثلا، يشوف كل واحد شو الاستيميت لهاي التاسك. اللي يقيم أكبر رقم واللي يقيم أصغر رقم بتناقشوا بحيث إنه نحكي to justify their reason behind their estimation. Release and iteration planning، هنا حكينا عن release planning، هاي الكونسبت تبعها. Release planning الستيجز أو الستيبس من كتاب مايك كوهن، determine conditions of satisfaction، estimate the user stories، do in any sequence، هذول التاسكس مثلا select an iteration length، estimate velocity and prioritize user stories، select stories and release date، وعيد عملية البلانينج. في عنا iteration planning اللي هي في planning model commitment driven iteration planning. طبعا زي ما حكينا احنا هون بس عبارة عن overview مش تعليم، في كل سلايد هون في لها كتير شروحات. slicing the stories، كيف نقسم المشروع، ما بنقسمه حسب layers horizontally، بنقسمه vertically. domain status، problem detection and resolution، okay understanding problems، خلينا نمشي على السريع. technical debt، اوكي خلينا برضه نمشي بسرعه. انا بدي اوصل بس للكريتسايزنج اجل بشكل بسيط جدا. هون في عنا lead time، cycle time. lead time اللي هو وقت المستغرق للعمل كامل، cycle time اللي هو وقت المستغرق للديفلوبمنت. manage threats، هون في عنا مصطلح الريسك ادجستد باكلوج،
هذا تقريبا شكله. طيب في عندنا جراف او تشارت، ريسك بيرن داون تشارت، بروسيس فور بروبلم سولفينج. الدومين الاخير اللي هو كونتينوس امبروفمنت لا برودكت بروسيس اند بيبل. هاي اوكي مالتيبل ليفل اوف امبروفمنت. في عندنا الكايزن، هاي خلينا بس نحكي عنها بشكل مبسط. الكايزن في الكونتينوس امبروفمنت، الكاي معناها change وزن for better. الكايزن هي lean philosophy، الفكرة تبعتها انه frequent improvement بشكل دائم، في عنا تطوير on a daily basis. ال principles of kaizen، مبادئ الكايزن هون تقريبا 10، هو في بعض الكتب يعني فيها تقريبا 7. طيب نحكي عنها ممكن في وقت لاحق. كايزن بتتبع ادوارد ديمينج سايكل، بلان دو تشيك اور ستدي اند اكت. في عندنا الفاليو ستريم مابينج بالبروسيسز المتبعه، بنحاول نقلص ونتخلص من الوقت الضائع او وقت الانتظار. في عندنا اللي هي الفاليو ادد في البروسيسز ونن فاليو ادد، بنحاول نتخلص من النن فاليو ادد. هون في عندنا التوتال سايكل تايم، في عندنا بروسيس سايكل افشنسي، في هاي الفورمولاز اللي فيهم. الموضوع الاخير في الكونتينوس امبروفمنت اللي هو ريتروسبكتيفز، اوكي اللي هي زي ما حكينا لوك باك، او هاو التيم بيجتمع حتى يشوف شو اللي عمله خلال الاتريشن. اوكي في له ستيجز معينه اللي هي سيت ذا ستيج، جاذر داتا، جنريت انسايتس، ديسايد وات تو دو اند كلوزنج. وكل ستيج في لها تكنيكس ممكن التيم يستخدمها. هذا بشكل عام تقريبا الـ ACB. طيب الموضوع الأخير اللي بدنا نحكي فيه اللي هو الـ Criticizing Agile Challenges، بعض التحديات الـ Project Team بيواجهها في الـ Agile. Managing WIP اللي هو الـ Work in Progress and Prioritization of Tasks، هاي بعض التحديات. فريق العمل عندهم مشكلة في موضوع الـ prioritization والـ work in progress. في مشكلة في الـ understanding and remembering the principles and manifesto. دائما نحكي الأجل هو mindset، بس حتى كـ mindset فيها صعوبة. على فكرة هذه مش وجهة نظري، هاي نحكي الـ criticism من بعض الكتب، يعني في بعض الأمور أنا مش مقتنع فيها، ممكن في بعضها ممكن لها وجهة نظر. اوكي فانت لما تحكي الاجايل براكتيشنر لازم يضل دائما متذكر الفور فاليوز وال12 برينسيبلز. كوميونيكيشن كولابوريشن تشالنجز وذ تيم يوزنج اذر ابروتشز، مشكله فريق العمل اجايل تيم عنده مشكله او تحدي في التعامل مع فريق العمل مثلا اللي بتتبع التراديشنال واي، يعني بيعتبروهم انه هذول من العصر الجاهلي. ففي موضوع الكوميونيكيشن بلاقوا صعوبه مع الفريق الثاني، يعني مش فليكسبل. Not designed for teams with varying levels of ability and motivation who cannot self-manage. في بعض الاشخاص ما بقدروا يديروا نفسهم بنفسهم، يعني هي الاجايل بتركز على موضوع self-organizing team، بس بعض الاشخاص ما بينفع يكون self-organizing team او يكون هذا الشخص self-manage. اوكي فم الاجايل ما بتحل هاي المشكله. انتجريشن وذ اكزيستينج انفايرمنت اند بروسيسز، موضوع انتجريشن مع مثلا ووترفول او مثلا انتجريشن مع كل ميثودولوجي مثلا او الهايبريد. في ان اجايل از سين از فليكسيبل بس ان براكتس كان بي فيري انفليكسيبل. مثلا السكرام ريكوايرز ديلي ميتنج، والسكرام دائما عندهم مبدا اللي هو you have to do this in order to be scrum. هاي مش مرنه، يعني مش اجايل. اوكي مثلا الديلي ميتنج لما يحكوا انه لازم تكون ديلي ميتنج، هذا مش اجايل، هاي مش مرونه او مش رشاقه. يعني في بعض الحالات انه لا ما بحتاج انه هاي الديلي ميتنج. بروموت a one size fits all mindset. بعض الأشخاص هاي مو يعني ما بنحكي على الأجايل، ممكن بعض التيم تطبيقهم للأجايل ميثودولوجيز فعليا one size fits all،
شيء واحد فت يعني خلص عندهم هذا هاي الطريقه يطبقوها على كل البروجكتس. emphasizes the method not the result. بعض الاشخاص بيركزوا على البراكتسز اكثر من النتيجه او الفاليو. Agile needs a lot of time to learn and implement. من كثر المنهجيات في الأجايل مثلا XP, BA, Lean, Kanban في كثير، فبدك حدا متخصص وبدها وقت حتى الواحد يتعلم هاي الأمور ويكون ماستر فيها. Requires full commitment from all staff. Challenges برضه هون lack of focus on documentation can lead to avoiding documenting completely. موضوع documentation الأجايل تيم documentation ناسينه إلا في بعض الحالات البسيطة جدا. Focus on speed can mean work is very intense which stressful for the team. Okay, here the focus on teamwork doesn't fit all tasks or all people. في بعض الأعمال بعض التاسكس أنا ممكن أعملها لحالي منفرد أفضل من أعملها مع جروب، بينما الأجايل بتركز على الموضوع اللي هو التيم ورك. في بعض الأشخاص برضو ما بنفع يشتغلوا مع التيم، فالأجايل ما بتحل هاي المشكلة. أوكي، limitations في الأجايل of Agile. Agile assumes the team is made up of highly trained and capable individuals. تقريبا نفس الفكرة اللي حكينا. الDA بيطرح هاي المشكلة على فكرة. الدسم الأجايل staff required specialized skills and training. Many varieties of agile. في كتير منهجيات. برضو DA طرح هاي الفكرة. Kanban with Scrum need supporting practices to enable their adoption. في research بحث عمله فريق معين يعني أحمد هو اسمه وعدة باحثين. الخلاصة تبعته انه الكانبان وسكرم ما بنفع يشتغلوا لحالهم، بيحتاجوا supporting practices from other approaches او methodologies. It's difficult to provide estimates in large or complex projects. اوكي ممكن نحكي عنها من الاول. Daily meetings are difficult to implement for long-term projects. Focus on speed can lead to poor quality decision making without sufficient analysis. لما احنا نركز على موضوع السرعة والفلسيتي فعليا يكون في نقص بالكواليتي في الـ deliverables. Sophisticated tools are needed which can be costly. وهذا اللي احنا شايفينه مثلا في بعض التولز software applications فعليا costly للشركات. Often seen as contradicting traditional company management. وهذا بشكل عام overview عن الـ ACB. Okay. I will stop sharing. Okay. طيب. شكرا لك يا باشمهندس ماجد، وأرجو أن يعني الجميع يكون استفاد من المحاضرة، وهي ما شاء الله الناس كلها يعني بتعلق ممتازة جدا رائعة ما شاء الله، يعني فيها معلومات كبيرة يعتبر زي كراش كورس للأجايل الحقيقة، يعني أكتر منها محاضرة تعريفية.